السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري 3، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس مهم جدا في الألجبرا، بنتكلم على حاجة اسمها الكاونتينج برينسيبل، يعني موضوع من الموضوعات المهمة اللي لازم يجيلي عنها سؤال في الامتحان MCQ دايما، سواء على النظام القديم أو النظام الجديد دايما يجيب لي سؤال في المالتيبل تشويسز على الكاونتينج برينسيبل. نعمل سمري سريع اللي احنا شرحناه قبل كده وبعدين نبدأ نحل مع بعض اكسرسايز 1 من المعاصر زي ما بنعمل كل مرة. طيب لما اقول لك counting principle دي معناها طريقة للعد، بمعنى لو انا قلت لك اتفضل عد لي مثلا الديسكات اللي موجودة في القاعة اللي قدامك دي، هتقول لي والله 1 2 3 4 5 6، تقعد تعد كده زي ما انا بعد كده. في واحد تاني يقول لي لا يا مستر، طب ما انا عندي هنا كام رو وكل رو هنا فيه كام ديسك ونعملهم multiply، او انا عندي كام كولم واشوف كل كولم برضه فيه كام ديسك واضربهم في عدد الكولمز. طيب انا مش هعد بالطريقه دي ولا بالطريقه دي، احنا هنشتغل بالبرميتيشن والكومبينيشن. ازاي نجيب النمبر اوف ديسكس مثلا او التشيرز او وات ايفر بقى اي اليمنتس موجوده قدامنا هنا باي يوزنج البرميتيشن والكومبينيشن. عشان كده احنا لازم نعمل سامري سريع جدا على الاثنين دول. لما اقول لك 35 اتفضل اعمل لي برميتيشن بدلهم، هتقول لي والله هي 35 زي ما هي، هي 53، ما عندناش حل تالت. طب لو قلت لك 135 اعمل لي بيرميتيشن، هتقول لي اما 135 واعكس 153 او 300 مثلا 15 او 351 او 531 ودي 513، ما عندناش حل سابع. طب اتفضل اعمل لي كده 88 بيرميتيشن، تقول لي ازاي مستر دولت ايكوالز، يبقى ما ينفعش، يبقى امبوسيبل طبعا. يعني ايه 7P3؟ يعني ايه 7C3؟ 7P3 ان حضرتك عندك 7 elements choose منهم 3 different elements with order، حط تحتها 100 خط with order. لكن 7C3 ده معناها ان انت عندك 7 elements choose منهم 3 different elements also بس without order، حط تحتها 100 خط without order. مهم جدا الكلام ده. لما اقول لك الاكس فيها set of 3 1 4 7 6 اتفضل هات لي number of two different digits formed from x different، هتقول لي والله 31 او 30 34 او 43، هتقول لي 37 او 73 36 او 63، ممكن تقول لي 14 او 41 17 71 16 61 47 74 46 64 76 67. خلاص كده ده اللي احنا كنا بنعمله قبل كده، وطبعا عديناهم لانهم 20 وقلنا ان الاوردر هنا امبورتنت، يبقى انا بشتغل بالبي. خلي بالك انت عندك 5 elements اخترت منهم نمبر في 2 ديجيتس، يبقى تقول لي 5 بي 2، مش لازم اكتبهم كلهم طبعا، ناس تانية تعمل كده لكن احنا ما نعملش كده. طب لما اجي اقول لك نفس الاليمنتس بس اتفضل اختار لي نمبر اوف سيتس اف ايتش كونتينز 2 elements فروم ذا سيت اكس، السيت اكس اللي قدامك دي عايز منها سيت بس كل سيت يكون فيها 2 elements. طبعا ما ينفعش تقول لي 33، ده مبدئيا ما فيش 3 و 3 طبعا، لازم يبقوا ديفرنت يعني 3 1. هل اقول 1 و 3 بقى؟ لا، يبقى هنا الاوردر نوت امبورتنت، يبقى 3 1 3 و 4 3 و 7 3 و 6 1 و 4 1 و 7 1 و 6 4 و 7 4 و 6 7 و 6، عدهم هتلاقيهم 10. هما 5 elements اخترنا منهم 2 بس الاوردر نوت امبورتنت، يعني واحد كتب 1 و 3 بدل 3 1 صح طبعا، تبقى 5C2 زي ما قلنا في الشرح قبل كده. طيب لو انا قلت لك انت عندك 2 بوكسز زي اللي قدامك دوت، هنا ده بوكس A بوكس B، في هنا 2 بولز 1 5 مترقمين و 3 بولز مترقمين 2 3 4. قلت لك اتفضل تشوز A بول فروم ذا بوكس A اند A بول فروم ذا بوكس B، هتختار كورتين مع بعض. يبقى ممكن تبقى 12 او 13 او 14 او 52 او 53 او 54. عدهم ادي 1 2 3 4 5 6 ده النمبر اوف تشويسز. طب ال 6 دي جت منين؟ انت عندك هنا 2 بولز وعندك هنا 3 بولز، يبقى ال 6 جت لما انا عملت ملتبلاي 2 باي 3. تقوم تخلي بالك بقى لما يقول لك اند حط عليها 100 سيركل كده، يبقى اند يعني ملتبلاي، هتقابلنا كتير مستر هو عمل ملتبلاي انا مش فاهم هو عمل ملتبلاي ليه، ما هو قال لك اند مش اور. طب لما اجي اقول لك نفس البوكسز برضو بس قلت لك هنا تشوز اي بول فروم ذا بوكس اي اور اي بول فروم ذا بوكس بي، هتختار من هنا اور من هنا، يعني هنا خد كره من هنا او كره من هنا،
فانت هتاخد يا 1 يا 5 يا 2 يا 3 يا 4، هم الخمس كور، في غيرهم؟ طب جم منين الخمسه دول؟ انت عندك هنا 2 بولز وهنا 3 بولز، جم من الصم، يبقى 2 بلس 3 5، يبقى لما يقول لك اور اعمل بلس اند مالتبلاي. اللي بعده، لو قلت لك تشوز 2 ديفرنت اليمنتس فروم 7 اليمنتس، تقول استنى انت هتختار لي 2 من 7، الاوردر امبورتنت ولا نوت امبورتنت؟ تفرق؟ اه طبعا، لو الاوردر امبورتنت يبقى بيرميتيشن، طب لو الاوردر نوت امبورتنت يبقى كومباينيشن. لو بيرميتيشن هتقول لي 7 بي 2، لكن كومباينيشن هتقول لي 7 سي 2. عشان كده لما ادي لك الاكس فيها سيت 3 1 4 7 6 واقول لك الواي فيها سيت اوف سيت اي وبي such that ال A وال B belongs to X، هنا set يعني الاوردر not important، الاوردر not important يبقى C، الاوردر important يبقى P، يبقى هتقول لي دول 5 C 2 عشان هما 2 elements اللي هما ال A وال B. جميل قوي. هنا بقى set order the pair، هنا الاوردر important بس ادالك شرط، قال لك ال A not equals B، يعني ما ينفعش تكتب 3 و 3 1 و 1 4 و 4. هنا الاوردر بقى not important ولا important؟ لا important، يبقى P، يبقى 5P2 هتطلع 20 و5C2 طبعا هتطلع 200، بس ده مش موضوعنا، انا بفهمك الفرق بين الاثنين. لما اقول لك ديستريبيوت ان اليمنتس على ان بليسز، خدناها السنه اللي فاتت، يعني عندي مثلا عايز اوزع الولد والبنت على الكرسيين دول، اقعدهم بكام طريقه؟ والله تقول لي انا ممكن اقعد الولد هنا والبنوته هنا، او البنوته هنا والولد هنا، كام طريقه؟ 2، يعني فاكتوريال 2. طب عايز اقعد 3 على 3، الولد الجميل هحطه هنا والبنوته الحلوه دي هنا ودي جنبها، هثبت الولد مكانه وابدل دول، هجيب البنوته الحلوه دي هنا وبعدين الولد والبنت، هثبت البنوته وابدل دول، المطفيره والبنوته دي جنبها والولد ده جنبهم، ثبت المطفيره وهات الاثنين دول مكان بعض، 1 2 3 4 5 6 يبقى فاكتوريال 3. يبقى خلاص بقى خدها رول بقى، هقعد 2 على 2 هتبقى فاكتوريال 2، 3 على 3 فاكتوريال 3. طب ديستريبيوت بقى 4 على 4 يبقى فاكتوريال 4. يبقى لما اقول لك ديستريبيوت ان اليمنتس على ان بليسز يبقى فاكتوريال ان. يعني انا بثبت لك بس الرول عشان ما تنساهوش، حتى لو نسيت تجيبه بالطريقه. طب لما اجي اقول لك ديستريبيوت ار اليمنتس على ان بليسز نيكست تو ايتش اذر رو شيب، يعني اتفضل وزع لي الثلاثه دول، الثلاث كور دول على الخمس صناديق دول، بس النكست تو ايتش اذر، يعني ما ينفعش يبقى في صندوق فاضي، او ما ينفعش توزع الاثنين والثالثه في الصندوق اللي بعد اللي بعده، فما ينفعش، لازم يبقوا ورا بعض يعني. فانت ممكن تحط لي واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا، هثبت الخضره هنا واحط دول مكان بعض، يعني الصفره هنا والزرقاء هنا، ثبت الخضره وبدل دول بس كده. حط لي الزرقاء، خلاص ممكن تحط الزرقاء هنا وتحط لي بعد كده بقى الصفره والخضره، ثبت الزرقاء وبدل دول. ممكن احط الزرقاء في الاول، او عفوا الصفره في الاول، حط لي الزرقاء والخضراء جنب بعض، او ثبت الصفراء وبدل دول، ادي 1 2 3 4 5 6 يبقى دول فاكتوريال 3 برضو. واحد يقول لي لا انا قلت نيكست تو اتش اذر، يعني ما ينفعش تحط لي كوره هنا وكوره هنا وواحده هنا، ما ينفعش، لازم يبقوا ورا بعض. واحد يبدا بالبوكس بي، يلا هتحطهم نفس دول، خدهم كده كوبي بيست برضو جنب بعض كده اهم، برضو كام؟ فاكتوريال 3. واحد ممكن يبدا من هنا ياخد البوكس سي ودي واي، ما هو سكسيسيف ورا بعض، برضو نفس السته فاكتوريال 3. ينفع بقى تقول لي ابدا بالبوكس ده؟ طبعا لا، هتحط كوره هنا وكوره هنا والثالثه فين؟ ترجع تجيب من الاول، انا قلت لك نيكست تو ايتش اذر رو شيب. طب فاكتوريال 3 وفاكتوريال 3 وفاكتوريال 3، فاكتوريال 3 الاولانيه ب 6 والثانيه ب 6 والثالثه برضو 6، يعني يطلعوا 18. ال 18 دي اجيبها ازاي؟ هي 5 ماينس 3 بلس 1 فاكتوريال 3، يعني 5 ماينس 3 هتبقى 2 بلس 1 3، يبقى انت كده جمعت الثلاثه فاكتوريال 3، مش الاولانيه كانت فاكتوريال 3 والثانيه فاكتوريال 3 والثالثه فاكتوريال 3، يعني 3 فاكتوريال 3. طب 3 فاكتوريال انا عايزها رول بقى، ال 3 دي اجيبها ازاي بالرول؟ هم 5 بتوزع عليهم 3 يبقى 5 ماينس 3، طب ما كده بقوا 2 زود 1 وحط فاكتوريال 3. طب ما انا ممكن اعملها رول، لما اقول لك ديستريبيوت ار اليمنتس على ان بليسز نيكست تو ايتش اذر تقول لي كده ان ماينس ار بلس 1 فاكتوريال ار. ده اثبات الرول بتاعك يا باشمهندس. طيب لو هم بقى عايز برضه ديستريبيوت ار اليمنتس على ان بليسز نيكست تو ايتش اذر سيركلر شيب، طبعا يعني دي الطريقه بتاعتنا، ممكن انت تقول الثلاثه دول عايز تقعدهم على ترابيزه كده خمس كراسي،
ممكن الولد ده تجيبه هنا والبنوته هنا والبنوته هنا، وتنقل بقى تقعد تنقلهم مكان بعض، هيطلعوا دول العدد هنا يبقى فاكتوريال 3، وهنا برضو فاكتوريال 3، وهنا فاكتوريال 3، كلهم فاكتوريال 3، يعني 1 2 3 4 5، يعني 5 فاكتوريال 3. اجيبها ازاي بقى؟ انت بتوزع الثلاثه على الخمسه دول، فانت ممكن تقول لي ان فاكتوريال ار اللي بتوزعهم بتحطه جوه، يبقى 5 فاكتوريال مين؟ 5 فاكتوريال 3 او ان فاكتوريال ار. هلم لك الدنيا كلها في تيبل دلوقتي. طب ديستريبيوت ار ايدنتيكال اليمنتس اون ان بليسز وذ ريبليسمنت. يعني ايه وذ ريبليسمنت؟ يعني هختار حاجه وارجعها تاني، يعني في ريبيتيشن. بص يا سيدي، انا لو قلت لك اتفضل اعمل لي ديستريبيوت 3 ايدنتيكال بولز على 5 بوكس، هتقول لي والله انا ممكن اختار بوكس واحد واحطهم كلهم في البوكس ده، اهو خلاص خلصت دول 5، اخترت منهم صندوق واحد يبقى 5 سي 1، او تحطهم هنا او الثلاثه هنا او الثلاثه هنا او الثلاثه هنا، يبقى تقول لي 5 سي 1، يبقى الخمس صناديق اختار اي واحد من الاثنين من الخمسه. ممكن واحد يقول لي لا ده انا ممكن اوزع اثنين هنا وواحده هنا، اثنين هنا وواحده هنا، فانا ممكن اعملها مرتين، يعني ممكن اوزع كورتين وكوره، كورتين وكوره، يبقى انت كده خدت صندوقين صح؟ حطيت كورتين في صندوق وواحده في صندوق، او ممكن تحط واحده في صندوق واثنين في صندوق، يعني 2 1 او 1 و2، يبقى معنى كده ان انت خمسه اخترت منهم 2 بس مرتين، يبقى 2 5 سي 2. طب ما انا ممكن احط في كل صندوق واحده بس كده، يبقى انت اخترت ثلاث صناديق يبقى 5 سي 3، اعمل لهم كلهم اد بقى 5 سي 1 بلس 2 5 سي 2 بلس 5 سي 3، اعمل لهم كلهم اد. خلي بالك ممكن نعملها بالسم رول، يعني انت ممكن تعمل سبليت دي، يعني 5 سي 2 بلس 5 سي 2 عادي، ودي 5 سي 3، دول سم رول، يبقى طبعا سي كبيره وتزود 1 على الابر يبقى 6 سي 2، هنا سي كبيره وتزود 1 على الابر يبقى 6 سي 3، طب ما دول سم رول برضو يبقى سي 3 وتزود 1 على الابر يبقى 7 سي 3. طب ال 7 دي جت من، انا بوزع الثلاثه بحطها هنا، ال 7 دي جت منين؟ اللي هم الخمسه ال 5 بوكسز، يعني بلس 3 ايدنتيكال بولز ماينس 1. يبقى انت لما تيجي تقول لي بقى ديستريبيوت 3 ايدنتيكال بولز على 5 بوكسز، يبقى تقول لي بقى هنا ان بلس ار ماينس 1 سي ار، اللي هو 5 بلس 3 ماينس 1 سي 3، ده اللي احنا بنقوله. تقول لي كده ان بلس ار ماينس 1 سي ار، ده لما يقول لك ويذ ريبليسمنت. يبقى الكيس الثاني اللي احنا قلناها بقى ديستريبيوت، بص يا سيدي لما اجي اقول لك ان اليمنتس على ان بليسز تقول لي فاكتوريال ان، اقول لك ار اليمنتس على ان بليسز نيكست تو ايتش اذر رو شوب، عفوا رو شيب، تقول لي ان ماينس ار بلس 1 فاكتوريال ار. ديستريبيوت برضو نيكست تو ايتش اذر بس سيركلر شيب، تقول لي ان فاكتوريال ار. ار ايدنتيكال اليمنتس على ان بليسز تقول لي كده ان بلس ار ماينس 1 سي ار. يا رب تكون واضحه. كمان مره، النمبر اوف اليمنتس ويزاوت ريبيتيشن لو هو في اوردر ان بي ار، مفيش اوردر ان سي ار. لو قلت لك ويذ ريبيتيشن يبقى ان باور ار، انك هتكرر الاليمنت. لو قلت لك ديستريبيوت ار ديفرنت اليمنتس على ان اليمنتس نيكست تو ايتش اذر، قول لي ان ماينس ار بلس 1 فاكتوريال ار، ده لو في اوردر، مفيش اوردر يبقى ان فاكتوريال ار. ادي كل القوانين بتاعتنا. بص يا سيدي، النمبر اوف اليمنتس لو قلت لك ويزاوت ريبيتنج يعني ديفرنت، او ويذ ريبيتنج بس نوت ديفرنت. لو ويزاوت ريبيتنج تقول لي انت عايز الاوردر ولا مش عايز الاوردر؟ لو الاوردر يبقى بيرميتيشن، طب لو مفيش اوردر يبقى كومباينيشن. هنا انت بتعمل بقى الكاونتنج برنسبل بالطريقه بتاعتنا طبعا المينتال زي ما احنا بنقول. عندك الاكس فيها 3146، قلت لك اتفضل هاو ميني نمبرز كونتينز اوف تو ديجيتس، ما قالش بقى سيم ولا ديفرنت، يبقى 33 31 34 36 11 13 14 16 44 43 41 46 66 63 61 64، عدهم هتلاقيهم طبعا 16. طب ما انا ممكن اعملها بطريقه اسهل، ادي اليونتس والتنز، انا ممكن احط اي رقم من الديجيتس، اي واحد من الاربعه دول هنا في اليونتس واي واحد من الاربعه هنا. طب ما دول ريبيتيشن، كنت ممكن اقول 4 باور 2 او 4 باي 4 يبقى 16. طب لو انا عايزهم ديفرنت يبقى مش هتكتب دول بقى، يبقى تكتب 31 34 وهكذا، هتيجي تعدهم تلاقيهم 12. طب ما انا ممكن اكتب اي رقم من الاربعه دول هنا، او اي رقم من الاربعه في التنز. طب انا كتبت الفور مثلا، ما تكرروش هنا بقى، يبقى انت هتختار رقم من ثلاثه، يبقى 4 باي 3 يبقى 12، او هما ديفرنت يبقى بيرميوتيشن، يبقى 4 بي 2 4 بي 2 اللي هي تبقى برضو 12 نفس الانسر. يبقى الاوردر امبورتنت يبقى بي، الاوردر نوت امبورتنت يبقى سي. يلا نسمي الله كده ونبدأ مع بعض نحل exercise 1 المالتيبل choices.
نمبر 1 هنا بيقول لك يا سيدي the number of ways of selecting a team of 6 members from 12 persons. هل الاوردر امبورتنت ولا نوت امبورتنت؟ هتقول لي والله يا مستر الاوردر نوت امبورتنت، يبقى انت دلوقتي سي بغض النظر عن التشويسز. انت عندك 12 persons هتختار منهم 6، يبقى 12 سي 6 طبعا اوبشن مين؟ اوبشن سي. By how many ways can حسام select a meal and drink؟ هيختار وجبة ومشروب from three different meals. ادي الميت chicken fish and two kinds of drinks. مدي لك three kinds هنا، ادي one two. طب هما اتنين بس، دول soft drink وواحد كمان اللي هو الجوس. طب ما انت بالراحة كده، هنا الاوردر بالنسبة لي مهم، ان هياخد ميت ما ينفعش مثلا ياخد ميت وجوس مثلا، او ياخد الميت مثلا وايه والسوفت درينك، ممكن ياخد التشيكن مع اي واحدة من الاتنين. فالاوردر بالنسبة لي هنا مهم، او لو انت عايز تحسبها بطريقه سهله، دول ثلاثه لازم يختار واحد من الاثنين دول، فهيختار مره الجوس او مره السوفت درينك، فنعمل لهم ملتبلاي، يبقى 3 باي 2 اللي هي 6 طبعا بالنسبه لي، اللي هي مين؟ اللي هي 3 بي 2، يعني اوبشن مين؟ اوبشن دي. نمبر 3 بيقول لك ذا نمبر اوف ويز اوف فورمينج 2 ديجيت اوت اوف دول. انا عايز اكون 2 ديجيتس من دول. هو قال لك ويز ريبيتيشن، ما قالش without repetition، ما قالش، يبقى ممكن تكرر الاليمنت دول خمسه، ما هم 2 ديجيتس اهم اهم، اي واحد من الخمسه يتكتب هنا او يتكتب هنا، واعمل لهم باي تبقى طبعا 25، او ممكن تقول لي 5 باور 2 طبعا اللي هي اوبشن مين؟ اللي هي اوبشن بي. نمبر 4 هنا بيقول لك 12 بلايرز بارتيسيبيت ان ا سويمنج كومبيتيشن، هاو ميني ويز كان ذا فيرست والسكند والثيرد رانكس بي ارينجد. طيب ما هو بالراحة، ما انت عندك 12 هتختار منهم 3، ما هو فيرست وسكند وثري. خلاص الاوردر هنا بالنسبة لي امبورتنت، هيبقى 12 باي 11 باي 10. اعمل بقى برودكت للثلاثة دول يطلعوا 1 3 2 0، طبعا هتقول لي اوبشن مين؟ اوبشن بي. نمبر 5 اباك كونتينز 5 بولز هاف نمبرز من 1 ل 5. قال لك تو بولز ادرون وان افتر انذر وذ ريبليسمنت، يعني اللي انت اخترتها مثلا انت اخترت 1 هترجعها تاني. في كام هنا واي ممكن تشتغل بيهم؟ اولا انت ممكن انت عندك 5 5 1 و 2 و 3 و 4 و 5، انت ممكن تختار 1 وبعدين ترجعها تاني، ممكن تختار 2 وترجعها تاني، وبعدين ممكن ترجع تختار 1. يبقى هنا في ممكن ريبيتد، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى انا ممكن اختار اي واحده من الخمسه كم مره؟ مرتين. يبقى 5 باي 5 او 5 باور 2 اللي هي تطلع كام؟ طبعا 25 اللي هي اوبشن مين؟ اللي هي اوبشن A. نمبر 6 هنا الاكس ايكوالز اكس such that الاكس بيلونجز تو ان، يبقى تكتب الاكس الاول. انت عندك كل الاليمنتس بتوين 5 و 9، بس ابدا بال 5 عشان في ايكوالز، و 6 و 7 و 8 و 9، دول كام اليمنت؟ 1 2 3 4 5. هنا اوردر دي بير بقى، الاوردر دي بير، بس ما قالكش الاي نوت ايكوالز بي. لو قال لك الاي نوت ايكوالز بي يبقى 5 بي 2، ما قالش يبقى ده عندك ممكن تختار اي رقم من الخمسه دول مرتين، مش اي مشكله خالص. يبقى انت عندك 5 باور 2 يعني 25 اللي هي اوبشن مين؟ اللي هي اوبشن سي. نمبر 7 برضه نفس السؤال، الاكس وين ساتش ذات الاكس بيلونجز تو ان، اكتب بس سيت اكس اللي عندك من 5 ل 9، يعني ابدا ب 5 و 6 و 7 و 8 و 9، دول كام اليمنت؟ دول 5. هنا قال لك set order the pair، ماشي، يعني two elements ال A belongs to X وال B belongs to X، بس ال A not equals B، يعني هنا الاوردر important، يبقى 5 بس 5 بكام؟ 5 ب 2 يعني 5 times 4 هتطلع طبعا 20 option B برضو. نمبر 8 هنا ال X equals X such that ال X belongs to Z، اكتب لي الاكس من فضلك. انت عندك من نيجاتيف 2 ل 6، يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3 4 5 6، دول كام اليمنت؟ دول 9 اليمنتس. جميل. انت هنا بيقول لك z equal set of set a b c، ال a وال b وال c belongs to، طبعا هنا في 3 اليمنتس، يبقى الزد دي فيها ايه؟ الاوردر امبورتنت؟ لا، لان دي set، ممكن ابدا بال b او ال a او ال c، او ابدا بال c وال a وال b براحتك. يبقى 9C هتختار 3 منهم، يبقى 9C3 معاك بقى الكالكوليتر طبعا اللي هي 84 هتبقى اوبشن C. نمبر 9 The number of football team in Egyptian league في 18 teams. The number of matches in this league
طيب ما هما الكل، انت هتلاعب يعني كل فريق هيلاعب اي فرقه مرتين صح كده؟ يعني انت 18 في 17، او ممكن تقول لي 18 بي 2. ما هو الاوردر هنا مهم طبعا، ما بيعمل جدول الدوري. يبقى 18 بي 2 اللي هي 8 باي او 18 باي 17 يعني 306، يبقى انا هقول اوبشن مين؟ يبقى انت هتلعب 306 ماتش. ده الحته بقى للناس اللي بيحبوا الدوريات الكبرى. In a car park 5 cars get in one after another and there are were او there were 7 places in a form of a row. عايز النمبر اوف ويز هنا هعملها ازاي؟ بالراحه كده واحده واحده. اولا هنا انت بتعمل هنا الاوردر مهم بالنسبه لي، لانه قال لك رو شيب هيقفوا كلهم على رو واحد بس. خلاص ما هو بيقول لك هنا بص 5 cars one after another، يبقى الاوردر بالنسبه لي هنا مهم جدا، وانت عايز ترصهم على شكل رو يبقى الاوردر امبورتنت. يبقى بي انت عايز كام عندك كام بليس 7 هتحط فيهم او توزع عليهم كام كار 5، يبقى 7 بي 5 اللي هي طبعا هتبقى اوبشن مين؟ اوبشن بي. اللي بعده نمبر 11 the number of ways of distributing 6 prices equally among 3 pupils. انا عندي دلوقتي 6 prices، ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه ادي الرابعه ادي الخامسه ادي يا سيدي السته. وقلت لك اتفضل انت عندك 3 pupils هيختاروا، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. لو قلت مثلا لجهاد اتفضل يا جهاد، مثلا اقول مثلا جهاد وزياد وابرار، يلا اتفضلوا اختار. نبدا بابرار، يلا يا ابرار تختار. ابرار تقول لي اختار اي واحده من السته، انا ما قلتلهاش اختار الاولى ولا السيركل ولا الكون ولا ما قلتش. يبقى ابرار لما هتختار هتختار لي اي واحده يبقى سي. السته دول هي هتختار منهم 2 زي ما اتفقنا، ما انا عايز اعمل ايه ايكوالي امونج، ما كل واحد هيختار 2 صح كده ولا لا؟ يبقى 62. هقول اند زياد ولا اور زياد؟ اند اند يعني تايمز، يعني ابرار اختارت دي واختارت دي مثلا، هيدخل زياد يختار من كام من الاربعه اللي قدامي دول؟ يبقى 1 2 3 4 اختار دي ودي مثلا، يبقى 4 سي 2. اند اشوف جهاد بقى، خش يا جهاد، جهاد هيقول لي هم 2 اللي موجودين بس، يبقى انا هختار 2 سي 2، اختار 2 من 2. معنى بقى الكالكيوتر طبعا 62 دي 15، 4 سي 2 ليها كام؟ 6، ودي 1 هيطلعوا طبعا 90 ways. يبقى انت هتقول لي فين 90 ways دي؟ هتقول لي 90 ways اللي هي 10 بي 2 بقى، اللي هي 10 تايمز 9 اللي هي دي، تبقى اوبشن مين؟ اوبشن دي. هي كومباينيشن حلها، بس هو كاتب لك الفاينل انسر على شكل البرميتيشن، احنا ما عندناش مشكله. سؤال 2019 the number of ways of selecting a team of 7 members out of 9 girls or 5 boys if the team has 3 boys only. طيب انت عندك البويز وعندك الجيرلز، جميل. البويز هم كام يا سيدي؟ البويز هم اولا انت عندك 9 جيرلز و5 بويز، انت هتختار 3 بويز بس. خلاص ما هو قال لك كده، ما هو انت لو اخترت 3 بويز انت عايز تختار 7، لو اخترت 3 بويز يبقى لك كام؟ 4 بنات. طيب هنا انت ممكن تختار اي واحد من البوي، يبقى سي ولا بي؟ اكيد طبعا سي. طب الخمسه دول انت هتختار منهم ثلاثه، كده الفرقه ما اكتملتش، يبقى اند تخش على الجيرلز بقى، التسعه دول هتختار منهم 4، هيطلع 1260. فين 1260؟ طبعا الاوبشن سي. نمبر 13 ذا نمبر اوف ويز اوف سيلكتنج ا جروب اوف 3 جيرلز اند 4 بويز فروم 5 جيرلز اند 7 بويز ايكوالز. الموضوع سهل جدا يعني. اولا هو هنا بيقول لك اند، اند يعني ملتبلاي، يبقى مبدئيا دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. بص يا سيدي انت هتختار ايه؟ 3 جيرلز و 4 بويز، هتختار 3 جيرلز من 5 جيرلز، انت ممكن تختار اي ثلاثه، يبقى الاوردر نوت امبورتنت، يبقى سي. يبقى انا هختار مين؟ اوبشن سي. ده من غير ما تحل اصلا، الموضوع سهل جدا زي ما انت شايف كده. برضه هنا the number of ways to choose two different letters together or three different letters together. خلاص كده or، ها or يعني ايه؟ or يعني plus، يبقى انت ما عندكش دي ولا عندك دي. هل الاوردر هنا important؟ لا، ما انا ممكن اختار اي two letters يعني ال B وال H، واحد تاني اختار ال A وال C، تبقى C مش B طبعا، يبقى انا هقول option C.
The number of ways to choose four different letters together at least from the elements of the set A, B, C, D, E. حلو قوي. انت عايز تختار اربعه صح كده؟ ما بقول لك انت هتختار اربعه at least، يعني ممكن اختار اربعه ممكن اختار الخمسه كلهم. هل انت ممكن تبدا بالاي او البي او السي ولا باي واحد؟ باي واحد، يبقى دي سي. يبقى الفايف دول هختار منهم فور، ده حل. اور 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 بلس ممكن اختار الخمسه كلهم يبقى 5 سي 5. ما هو انت اتليست بتختار اربعه، ده حل خلاص. شخص تاني ممكن يختار الخمسه، يعني يبقى 5 سي 4 بلس 5 سي 5 طبعا اللي هي اوبشن مين؟ اللي هي اوبشن ايه. هنا the number of ways of choosing three persons together out of a set of five men and three women if the two persons from the three are of the same gender. السؤال ده حلو قوي، السؤال ده جاب كام في امتحان؟ انت عندك المن وعندك الومن. المن كام؟ والله انا عندي 5. كام ومن؟ هتقولي والله عندي 3. فانت هتختار يا اما تختار 2 من، انت عايز تختار 3 1 وومن، يا اما هتختار 1 مان و 2 وومن، صح؟ يعني الحل ده اور 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 الحل ده. فانت عندك الخمسه دول هتختار منهم 2 يبقى 5 سي 2، اند عشان الفرقه تكمل ما انا عايز 3 اشخاص، يبقى الثلاثه دول تختار منهم اي واحد. اور حل تاني، ممكن اختار من هنا واحد بس، من واحد بس يبقى 5 سي 1، اند عشان الفرقه تكمل ال 3 دول هختار منهم 2 يبقى 5 سي 2 ملتبلاي 3 سي 1 بلس 5 سي 1 ملتبلاي 3 سي 2. يبقى انت هتقول لي اوبشن مين؟ هتقول لي اوبشن دي. ادي مساله كمان، نخش على نمبر 17. هنا the student should answer 10 questions او دي قلنا في حلقه الشرح دي. The student should answer 10 questions out of 13 questions. انت عندك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 questions. بس ادالك كونديشن هنا. قال لك ان حضرتك should answer 4 questions at least from the first 5 questions، يعني من اول خمسه حضرتك لازم تحل لي على الاقل اربعه، يبقى اول خمسه دول تحل لي اربعه. هاو ميني ويز يا سيدي؟ طب تقول لي يا مستر والله انا كده كده انا عايز احل كام سؤال؟ 10. طب انا اول خمسه اختار منهم اربعه، اي واحد ممكن ابدا بالسؤال الثالث او الرابع او الاول، انا حر. يبقى الخمسه سي 4. طب كمل ال 10 من 8 بقى اللي فاضلين دول، يبقى اند، يبقى الثمانيه دول هختار منهم سته. ده حل. اور واحد تاني يقول لي لا انت قلت لي اتليست ان انا ممكن اختار اربع اسئله من دول، طب ما انا هختارهم كلهم، يبقى 5 سي 5 اند الايت دول هيختار برضو منهم 5. يبقى انا عندي 5 سي 4 تايمز 8 سي 6 اور بلس 5 سي 5 ملتبلاي 8 سي 5. معنا بقى الكالكوليتر هيطلع 196 ويز، والكلام ده احنا قلناه بالتفصيل طبعا في حلقه الشرح. 18 بيقول لك from the set of digits 2 3 5 7 9 by how many ways can you form 2 digit numbers or 3 digit number consists of different digits. يعني انت ممكن يبقوا كده or كده اهم. طيب انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ هما different، يعني انا ممكن اختار 1 2 3 4 5 اي واحد من الخمسه هنا. كتبنا مثلا 2 يبقى تختار واحد من اربعه تكتبهم هنا. طب ما نفس القصه برضو هنا. بس انت عايز 3 ديفرنت هنا، فانت ممكن تكتب اي واحد من الخمسه هنا. ماشي، كتبت 9 مثلا هيبقى لك 4 اختار منهم واحد، كتبت 7 هيبقى لك 3. اعمل بقى 5 هنا ملتبلاي 4 ملتبلاي 4 ملتبلاي 3 ادي 20 ودي 60 هيطلع في الاخر ب 80. ده حل. في حل تاني ما يقول لي ديفرنت يا مستر، يبقى الخمسه دول مثلا 5 في 2 اور مثلا هقول 5 في 3 هيطلع برده نفس الايه؟ نفس الانسر 80 برده مفيش مشكله. Number 19, the number of ways you can form a prime number. Number اللي هو أي prime number divisible by itself will 1. Divisible by itself will 1. From 3 different digits using 3 will 4 will 5. طب أنا راضي ذمتك. يعني 3 will 4 will 5 دول الصم بتاعهم أصلاً 18. وال 18 ده divisible by 3. يبقى إزاي يطلع prime؟ ما هو prime number ده divisible by itself will 1 بس. يعني النمبر ده ديفيزبل باي 3، ما هو انت هتكتبهم ديفرنت، ممكن تكتب 345 354 453. طب ما هم كلهم اصلا السم اوف اول ديجيتس ديفيزبل باي 3، يبقى ما فيش ولا نمبر. يبقى انت هتقول لي اوبشن مين؟ هتقول لي اوبشن
دي، لان 3 بلس ال 4 بلس ال 5 هيطلع نمبر ديفيزبل باي 3، ولو اي نمبر ديفيزبل باي 3 ما هيبقاش طبعا برايم ولا ديفيزبل باي 2، هو لازم يبقى ديفيزبل باي اتسيلف وال 1 بس. نمبر 20، the number of two different digit even numbers which is formed from 1 2 3 4 5 و 6 كمان. طب ما هم different، يعني انت عندك ال 1s وال 10s او ال units وال 10s، انت عندك 1 2 3 4 5 6، هو عايز even، شارط عليك مين ال even اللي في دول؟ ال 2 وال 4 وال 6 يبقى اول واي واحد من الثلاثه لازم يتكتب هنا. سي مثلا كتبنا 6، يبقى لك 1 2 3 4 5، اي نمبر يتكتب في ال 10 بقى، يبقى 5 باي 3 يطلعوا 15، يبقى انت ممكن تكتب لي 15 نمبرز وما تقعدش تكتبهم وتضيع وقتك. اللي بعده يلا نمبر 21، انت عندك هنا 4 ميلز 3 فيميلز 2 تشيلدرن، خلي بالك من النمبرز دي، ار تو بي سيتد او سيتد عفوا ان ا سيركل، يعني سيركلر شيب، عايز النمبر اوف their arrangements. ده السؤال بتاع تانية ثانوي اللي هم طبعا يقعدوا في سيركل واحدة، يبقى ممكن تقول لي هنا فاكتوريال n minus 1. طب هم كلهم اصلا 4 و 3 هيبقوا 7 و 2 يبقى 9، يعني 9 minus 1 يعني فاكتوريال 8. ده سؤال قديم ده بس فكرة كويسة برضه. يبقى انت عندك اللي هو سيركلر شيب طبعا، مش اللي احنا قلناها، لا اللي احنا قلناها انا بوزع عدد معين على عدد كراسي معينة سيركلر شيب اللي هي n فاكتوريال r، دي لا دي تبقى فاكتوريال 8 اللي هي اوبشن 8. هنا a committee of 12 members by how many ways a president and a vice president and two assistants can be selected for this committee. اه ده فكره حلوه قوي دي. انت عندك البريزيدنت ده الرئيس، والفايس بريزيدنت ده نائب الرئيس، واثنين مساعدين. خلاص؟ طيب. اولا البريزيدنت هم 12، انت هتختار منهم واحد بس، يبقى انت هتختار اي واحد من ال 12 اور ولا اند؟ ما هو اند، ما انا هختار بريزيدنت فايس بريزيدنت يبقى اند. انت اخترت واحد خلاص من ال 12 هيبقى لك 11، وبعدين تعالى بقى نختار الاسيستنتس بقى، هم انت هتختار اي اثنين مساعدين صح كده؟ اند برضه. طب اللي انت هتختارهم دول ما هم 12، احنا خدنا منهم واحد بريزيدنت وواحد فايس بريزيدنت، هيبقى لك 10، هتختار منهم 2 يبقى 10 سي 2، اي 2 بقى يبقى 10 سي 2 بس كده. اعملها بقى على الاله تبقى 5940، يعني انت هتقول اوبشن مين؟ اوبشن دي. السؤال ده جميل قوي، السؤال ده حلو قوي قوي. يعني نمبر 23، النمبر اوف ديفرنت ويز ويتش ا بيرسون كان انفايت ا فريند اور مور فروم 6 فريندز اور 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 اور، يعني بلس انا ممكن اعزم واحد اور ممكن اعزم اثنين اور ممكن اعزم الثلاثة اور ممكن اعزم الاربعة، ما تبقاش بخيل، ممكن اعزم الخمسة اور ممكن اعزمهم كلهم، ولو في اكتر كنت اعزم، بس انت اخرك 6 سي 6، كل دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 63، يبقى انت اوبشن مين؟ اوبشن سي. 24 ترايل 2021، ان ذا سيكريت نمبر، رقم سري يا سيدي، اوف ا لوك كونسيست اوف 3 ديفرنت ديجيتس 3 different digits، يعني units و 10s و 100. From the digits 1, 2, 3 لحد 9. In how many ways a secret number can be formed including 6؟ يعني لازم يكون في 6. أولاً أنت كده عندك هم ثلاث طرق، خلي بالك، أنت عندك أدي ممكن بص أنا أقول لك الطريقة الأول وبعدين في الآخر أقول لك الأنسر هنجيبها إزاي. انت عندك ده اليونتس وده التنز وده ال 100، ركز يا باشمهندس كده. انت لازم تحط لي رقم 6، انا ممكن احط ال 6 ده هنا في ال 100، ممكن احطه في التنز، الرقم ده هو رقم، ممكن احطه في الايه؟ في الونز او اليونتس. هو قال ديفرنت، انت عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، خلاص انا كده كده خدنا ال 6 وكتبناه خلاص، يبقى انا كده ال 6 ده دليته كده مش معايا خلاص. يبقى انت دول 9 خدت منهم واحد يبقى لك 8، ما هو ديفرنت. كتبنا سي 1 مثلا صح كده؟ هيبقى لك هنا 7. ده حل. اور اور في واحد تاني يقول لي لا انا هحط ال 6 ديت في الميدل، انا حر. يبقى انت هتختار اي واحد من الثمانيه هنا والسبعه هنا.
اور واحد تالت يقول لي لا ده انا هحط ال 6 دي في اليونتس، يعني ممكن تبقى 8 هنا و7 هنا. طبعا دول هيبقوا 56 ودول هيبقوا 56 ودول هيبقوا 56. هبقى السمشن هيطلع 168. فكره كويسه، جت في 2021 فين 168؟ طبعا هتبقى اوبشن ايه، نمبر 25. هنا the number of ways to choose a team consists of 11 players، فريق كرة قدم من 22 players، بس قال لك but 4 of them are always excluded. عندك دايما في 4 excluded وفي 2 منهم دايما included. طيب انت عندك دلوقتي 22 لاعب، دايما 4 excluded طلعهم بره، هيبقى لك 18. تمام؟ طيب ال 18 دول احنا دايما بنختار منهم 2، يعني 18 ماينس 2 بقى يبقى لك 16 واحد. صح كده؟ طيب انت دلوقتي فاضل لك كام لعيب؟ انت دلوقتي ال 11 دول انت في دايما 2 بتختارهم. يعني النمبر اوف بلايرز دايما، يعني الريميندر عندنا او الريست عندنا هيبقى كام؟ انت عندك 11 اهو دايما بتختار منهم 2، كنا عملناها في الاول دي، المفروض يبقى 9 بلايرز. بس كده خلاص، يبقى انت كده معاك 9 بلايرز، هتختار من ال 9 دول. بص انت معاك 16 بقى، دول اللي هم ال 16 بعد ما طلعنا منهم ال 4 الاكسكلودد وال 2 كمان، كنا ممكن طلعناهم على طول اللي هم ال 6 دول، يبقى 22 ماينس 6 يبقى 16. انا هختار منهم بقى، يبقى 16 اختار منهم اي 9. بس كده خلاص، يبقى انت هتقول لي اوبشن بي. تاني الحته دي، انت عندك 22 لاعب، عايز اختار منهم 11 لاعب، 22 هم. عشان اوصل للنمبر ده، بس هو شرط عليك قال لك ان في دايما 4 منهم اكسكلودد، خلاص يبقى شيل من دول 4 ماينس 4 هيبقى لك 18. ودايما في 2 اولويز انكلودد طبعا، شيل منهم 2 يبقى لك 16. يبقى انا هختار من ال 16 دول كام؟ انت معاك 2 اصلا كده كده اصلا جوه الفرقه، يعني ال 11 دول انت معاك اصلا 2 جوه الفرق، يبقى انت فاضل لك كام واحد هنا؟ فاضل لك 9، هتختارهم من ال 16 دول، يبقى 16 سي 9. بس كده خلاص، عشان كده انا قلت اوبشن مين؟ اوبشن بي. نمبر 26، by using 10 coplanar points there is no 3 collinear points of them. If the number of line segments can be drawn m، يبقى number of directed line segments can be drawn n، يبقى ال n plus m كام؟ يعني يا سيدي الموضوع بمنتهى البساطة، انت عندك 10 coplanars، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هو عايز النمبر اوف لاين سيجمنت والنمبر اوف دايركتد لاين سيجمنت. اللاين سيجمنت اولا انت هي سي ولا بي؟ انت ممكن تبدا باي واحده من دول، ادي ممكن ابدا بايه، بي او سي دي اي اف جي اتش اي جي. فانا ممكن ابدا بايه مثلا، واحد تاني يبدا ببي يوصل اي لاين سيجمنت براحته، يبقى ده سي. ال 10 دول انت عشان توصل اللاين سيجمنت انت محتاج 2 بوينتس، يبقى تنسي 2. اور الدايركتد لاين سيجمنت بقى، طبعا الدايركتد لاين سيجمنت اي بي غير البي اي، يبقى الاوردر هنا امبورتنت، يبقى بي. يبقى ال 10 دول برضو اللاين سيجمنت او الدايركتد لاين سيجمنت يتعملوا ب 2 برضو، يبقى تنسي 2 دي تطلع بكام؟ ب 45. و10 بي 2 اللي هي كام؟ تبقى 90. الاثنين يطلعوا 135 طبعا، اللي هي اوبشن مين؟ اللي هي اوبشن بي. خلي بالك من حته اللاين سيجمنت والدايركتد لاين سيجمنت، اللاين سيجمنت يبقى الاوردر نوت امبورتنت يبقى سي، لكن الدايركتد لاين سيجمنت الاوردر امبورتنت تبقى بي، لان الاي بي فيكتور مش هي البي اي فيكتور. The number of diagonals of M sided polygon، اللي احنا قلناه طبعا وشرحناه بالتفصيل، اللي هو ام سي 2 وتماينس منه 2، اللي هي اوبشن مين؟ اللي هي لا ماينس منه الام، عفوا ماينس الام. ماينس 2 ازاي؟ احنا قلنا ام سي 2 ماينس منه النمبر اوف سايدز اللي هو الام، يبقى اوبشن سي. نمبر 28 بيقول لك ذا بوليجون فيه 44 دياجونالز، عايز النمبر اوف اتس سايدز. هتجرب بقى، يعني المفروض يبقى انت الرول بتاعك يبقى ان سي ان ماينس الام. جرب كده 11 ان سي 2 قلنا بقى ماينس ده النمبر اوف دياجونالز، يبقى انت تقول لي 11 سي 2 ماينس 11. جرب دي كده هتلاقي 44، يبقى هي اوبشن مين؟ هيبقى اوبشن طبعا ايه. جرب احسن، لسه هتقعد تعمل ايكويجن وفاكتوريال. The number of triangles can be drawn such that its vertices taken from the vertices of an octagon. octagon يعني 8 sides.
انت دلوقتي الاوردر امبورتنت ولا نوت امبورتنت؟ انت لما بتيجي ترسم ترينجل مش لازم اوصل الاي بالبي الاول، ممكن البي بالسي او الاي بالسي، ودول 8 سايدز اصلا، يبقى انت الاوردر نوت امبورتنت، يبقى انت هتقول لي 8 سي 3 اللي هي اوبشن سي. نمبر 30، انت عندك الاي والبي والسي والدي والاي 1 2 3 4 ادي 5 بوينتس ار بوينتس اون ا سيركل. ركز بقى. وبعدين قال لك عايز النمبر اوف بوليجونز كان بي درون فروم ذيس بوينتس. هو البوليجون ده ممكن يبقى 3 سايدز صح، وممكن يبقى 4 سايدز مظبوط، وممكن يبقى 5 سايدز، ادي ممكن طبعا يبقى 6 بس انا اخري 5 هنا. فالممكن يبقى ده اور ده اور ده، يعني بلس. الاوردر هنا نوت امبورتنت، انت ممكن توصل اي اتنين ببعض تعمل بوليجون. يبقى الخمسه دول ممكن اختار منهم 3، اور ممكن اعمل منهم بوليجون كوادريلاترال، اور ممكن اعمل بنتاجون. بس كده، بس كده احسب يطلعوا معاك ان شاء الله 16، يبقى اوبشن سي. اللي بعده نمبر 31، ذا نمبر اوف ويز اوف اكسبتنس ديسيشن باي ماجوريتي اوف ا كوميتي كونسيست اوف 5 بيرسونز. انت هتاخد قرار دلوقتي، انت عشان تاخد قرار انت عندك هنا في 5 persons. طيب دلوقتي انت هنا بيقول لك the number of ways of acceptance. طيب ماشي خلاص، ماشي مفيش مشكلة. اولا هو الاوردر مش مهم هنا، انت ممكن اي اتنين يرفعوا ايديهم، تلاتة يرفعوا ايديهم، اربعة يرفعوا ايديهم، ما عندناش مشكلة خالص. يبقى انا ممكن ابدأ بمين؟ هقول مثلا ممكن كلهم يوافقوا يبقى 5C5، اور ممكن اربعة يبقى 5C4، وبعدين ممكن يبقوا كام؟ يبقوا ثلاثة بس، ونقف على كده 5C3 خلاص، لأن هو هنا الـ acceptance decisions. يبقى أنا هوصل هنا الـ 5 كام؟ C3. طبعا 5C2 ما ينفعش القرار يتقبل، لأن هم خمسة موجودين، ما ينفعش اتنين يمشي كلامهم على الخمسة صح كده؟ يبقى لازم يبقى ثلاثة يختاروا القرار دوت أو يأيدوا القرار، أو أربعة أو خمسة. يبقى أقول 5C5 أو 5C4 أو 5C3، هيطلعوا في الآخر كام؟ 16 ways. يبقى أنا هقول أوبشن مين؟ اوبشن ايه. حلوه الفكره دي برضو. 32، هنا بيقول لك ذا نمبر اوف ويز اوف سيلكشن تو كوميتيز. كل الكوميتيز يا جماعه سي، يعني الغي دول بقى خلاص. ايتش اوف ذيم كونسيست اوف 3 بيرسونز اوت اوف 12 بيرسونز ان ا كونديشن ذات ان البيرسون ده كانت بارتيسيبيت ان تو كوميتيز توجذر. هو انت لما تيجي تكون اي لجنه انتخابيه فيها 3 اشخاص، ما انا هعمل لجنه هاخد يعني التسعه، الثلاثه دول اختار منهم 12 هيبقى 9. اند وانا هعمل لجنه كمان، ما هو عايز تو كوميتيز، يبقى اند، يبقى اند يعني تايمز، بس ده الحل. عايزها بدماغك، تعالى انت عندك 12 بيرسونز هتختار منهم اي 3، دي لجنه اند صح كده. اللجنه الثانيه انت اخترت 3 من ال 12 يبقى لك 9، اختار منهم 3 برضو، يبقى هتقول لي برضو اوبشن ايه سواء كده او كده. The number of ways عايز يعمل distribute 5 identical دي اللي سبقناها النهارده cards على 4 persons، دول identical such that in everyone get at least 2 cards. حلوه دي. طيب دلوقتي انت هتوزع لي ايه؟ هو انت عندك 4 صح؟ 4 persons كل واحد منهم ياخد 8، يبقى لك كام بقى؟ يعني ال 4 persons دول كل واحد هياخد 2، هيبقى لك 8 صح كده؟ يبقى انا هوزع، عفوا هوزع عليهم 8 خلاص. طيب يبقى 8 كاردز، يبقى انا كده وزعت 8، يبقى لي كام بقى من ال 15؟ اعمل بقى 15 ماينس 8 يبقى 7 كاردز. يبقى انا هوزع ال 7 دول ايدنتيكال، انت هتوزع ال 7، يبقى انت هتقول لي كده بالراحه كده ال 7، هتقول لي بقى ال n بلس r ماينس 1 سي r، عشان هو ايه؟ عشان هو ايدنتيكال. طب انا هوزع دلوقتي ال n دي r يا جماعه، الN بتاعتك هتبقى كام؟ والله أنا عندي 7. خلي بالك أنت هتوزع على أربع أشخاص، يعني هيبقى C4، وتقول لي بقى هنا 7 بلس 4 ماينس 1 هيبقى 11 ماينس 1 يبقى 10 C4. فين 10 C4 دي؟ هتقول لي هنا أنت هتوقع ده أنت بقى عندك 7. لا يبقى أنا قلت دي C7 بقى، مش هيبقى 4 بقى، ما الأربعة خلاص كل واحد خد كارتين، هيبقى كام؟ هيبقى 7. يبقى انا هوزع من ال 7 دول بقى خلاص، يبقى 10C7. فين بقى 10C7؟ فين اهي، يبقى اوبشن مين؟ اوبشن دي. نمبر 34 بيقول لك ذا نمبر اوف ويز كان 3 ايدنتيكال بولز
be put in five places in shape of a row if the place can hold only one ball. طيب ما الاوردر مش مهم هنا، يعني الاوردر نوت امبورتنت، يبقى سي. انت هتوزع الفايف على 3، يبقى 5 سي 3 اللي هي اوبشن مين؟ اللي هي اوبشن دي. اللي بعده نمبر 35، ذا نمبر اوف ويز ديستريبيوتنج. كان بقى هنا 3 ايدنتيكال بولز على 4 ديفرنت بوكسز. خلي بالك دول كده ايدنتيكال، دول كده ايدنتيكال، يعني هو قايل يبقى ان بلس ار ماينس 1 سي ار. انت هتوزع مين بقى؟ هتوزع ديستريبيوت على 3. ال ان بتقول لي 4 بلس 3 ماينس 1 هنا، 4 بلس 3 ماينس 1 يبقى هنا كام بقى؟ هيبقى طبعا 7 ماينس 1 يبقى 6 سي 3 موجوده عندك طبعا اللي هي اوبشن سي. 2020 بيقول لك ان one the governorate's license plates of cars consists of 3 different alphabets followed by 4 different digits. يعني 3 alphabets وبعد كده 4 different digits. The number of alphabets used كان 26 and the digits used 1 2 3 لحد 9. The number of plates can او that can be created in this governorate is equal to كام. اولا هنا لازم تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، هنا الاوردر بالنسبه لي امبورتنت، لان هو هيبدا الاول بمين؟ قال لك الالفابتس الاول وبعد كده مين؟ وبعد كده النمبرز، يبقى السي مش معاك. تمام؟ ادي واحده. الثانيه دلوقتي انت هتختار ايه؟ بهدوء كده بالراحه كده، انت عندك الالفابتس هم 26، هو اند ولا اور؟ هو انت هتحط الالفابتس اور النمبرز ولا الاثنين؟ لا الاثنين، قال لك الاثنين يوزد الالفابتس والديجيتس، يبقى اند يعني تايمز، بس كده خلاص. هو الاور ليه؟ هو عايز الاثنين، سهله خالص يعني. سؤال برضو جه في 2021 بيقول لك ان اوفيس هاز 9 مين و6 وومن. يبقى انت عندك المين والوومن، هنا في 9 هنا في 6. قال لك اتس ريكوايرد تو فورم ا كوميتي اوف 5 بيرسونز. بس الغالبيه منهم وومن، يعني الاكثريه منهم هيبقى وومن. طيب ما هو بالراحه كده واحده واحده، هو عايز هنا النمبر اوف كوميتيز. طيب بالراحه كده، اولا هي سي، احنا قلنا الاوردر هنا نوت امبورتنت. انت عايز تكون خمس اشخاص، طب ما هو ممكن يبقى الخمسه دول الفور منهم وومن وون من سوري وون مان، وممكن يبقى ثلاثه وومن وتو من، صح ولا لا؟ هل في اختيار تاني؟ هم خمسه مفيش، ما هو الغالبيه لازم يبقوا من، عفوا لازم يبقوا وومن، اسفين للوومن معلش، لازم يبقوا وومن يا جماعه، يبقى الغالبيه لازم للوومن للسيدات. طيب خلاص يبقى الموضوع سهل، يبقى التسعه دول انت ممكن تختار منهم ايه؟ راجل واحد، والسته دول اهو تسعه تختار منهم راجل واحد. اند بقى هكمل اللجنه بتاعتي، السته دول هختار منهم كام؟ اربعه، عشان ما يزعلوش. اور حل تاني، ممكن التسعه دول نختار منهم ثلاثه، يبقى هقول 9 سي كام؟ عفوا نختار منهم اثنين، يبقى 9 سي 2 اند السته دول اختار منهم ثلاثه، بس كده خلاص. لازم الماجوريتي هنا يبقى فين؟ للومن، وده حقهم طبعا. هيطلع 855، فين 855؟ اللي هي تبقى اوبشن دي. يبقى انا اقول 9 سي 1 ملتبلاي 6 سي 4 اور 9 سي 2 ملتبلاي 6 سي 3، خلاص هيطلع 855 كده. يبقى احنا خلصنا الدرس الاولاني معانا اللي هو الكاونتنج برنسبل، دايما تلاقي سؤال دايما تشوز عنه في الامتحان. يا رب تكونوا استوعبتوا وفهمتوا من الفيديو النهارده، تمنياتي القلبيه لكم بالتوفيق، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.